السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن الخيوط، وهذا الجزء الأول. الخيط هو سلك مستمر من الألياف النسيجية أو من الشعيرات النسيجية أو من مادة ذات شكل مناسب لعمليات النسج أو الحياكة أو طرق أخرى لتشكيل النسيج. والخيط في اللغة العربية الخيط أي السلك يخاط به أو ينظم فيه الشيء أو يربط به. خيوط وأخياط وخيوط وخيوط. الخيط الحبل اللطيف يتخذ من السلب. السلب عند العامة ما غزل من الشرانق المبلولة. تجمع الألياف بعدة طرق لتشكيل الخيوط. الخيوط تصنف عموما في 4 مجموعات: الخيوط المغزولة بالإنجليزية spin yarn، هو سلك مستمر من الألياف تتماسك مع بعضها البعض بفعل ميكانيكي، والألياف القصيرة تكون بطول قياسي وتتماسك مع بعضها بفتلها مع بعضها. خيوط الشعيرات بالإنجليزية filament yarn، تتركب من شعيرات مستمرة تتماسك مع بعضها ببر أو بدونه، والشعيرات أطول من الألياف القصيرة، وهذا يعطي خصائص مختلفة لهذا النوع من الخيوط. النوع الثالث الخيوط المركبة بالإنجليزية compound yarn، تتألف هذه الخيوط من طاقين على الأقل، يشكل الأول لب الخيط والآخر يشكل غلاف الخيط. يتكون الطاق الأول اللب عادة من الألياف القصيرة، والطاق الثاني الغلاف يتكون من الشعيرات، وهذا النوع من الخيوط ذو قطر متجانس على طوله. النوع الآخر الخيوط المزخرفة بالإنجليزية fancy yarn، يختلف منظر هذا الخيط عن أنواع الخيوط الأخرى المزوية أو المبرومة بسبب التوليد العشوائي لهذه الخيوط أثناء إنتاجها. تتألف الخيوط المزخرفة عادة من عدة خيوط، تكون إحداها ملفوفة أو معقودة أو مبرومة حول خيط مركزي يشكل قوام الخيط المزخرف. تتميز نوع الخيط ليس بالأمر الصعب. تمييز نوع الخيط ليس بالأمر الصعب. فالخيوط المزخرفة سهلة التمييز بسبب عدم انتظام قطرها على طول الخيط، بينما أنواع الخيوط الأخرى ذات قطر متجانس على طولها يمكن تمييز الخيط المركب بعد شدة بحيث يظهر لب الخيط. وتمييز الخيوط المغزولة عن خيوط الشعيرات يكون باجتزاء قطعة من الخيط ثم حل البر للحصول على الألياف المكونة لهذا الخيط. فإذا كان طول الألياف على طول قطعة الخيط المجتزئ يكون الخيط من الشعيرات، وإن كانت الألياف أقصر كان الخيط مغزول من ألياف قصيرة. تعرف الخيوط بأشكالها الاسطوانية أو الشريطية، وهي تشكل معظم أنواع النسيج. وكما تختلف الخيوط باختلاف مواصفات الألياف المكونة لها، فهي تؤثر مباشرة على مواصفات الأقمشة الداخلية في تكوينها، لنحصل في النهاية على مجموعة كبيرة جدا من مواصفات وميزات المنتج النهائي.